بدكن تعرفوا كل شي عم بيصير بالجالية العربية بتورونتو؟ ما إلكن إلا تتابعوا برنامج Ask Mirna. بترحب بكل مشاهدي راديو سي في بحلقة جديدة من Ask Mirna. حلقتنا لليوم حلوة ومتنوعة، خليكن معنا بعد الفاصل. Once again, thank you all for joining us to celebrate this great success for Jordan. You're all welcome to Jordan. And thank you. جورج داوود، بتعرفنا أكثر عن حالك؟ أهلين، أنا جورج داوود، مدير عام الهيئة الملكية الأردنية للأفلام. من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بتروج الأردن كموقع للتصوير للأفلام، وبتقدم مساعدات للمنتجين والمخرجين اللي بيجوا بيصوروا بالأردن طبعاً. ويمكن اللي أهم من هيك كمان، الهيئة بتساهم بتنشيط الصناعة السينمائية والتلفزيونية الأردنية، بتنظيم ورشات عمل خلال السنة في كافة مجالات الأفلام. وبالإضافة إلى هيك، الهيئة بتنشر ثقافة السينما من خلال عروض الأفلام التي ترتبها خلال السنة في الأردن، في عمان وفي كافة محافظات الأردن. نعم. شو صار انعمل سو فار؟ قديش أفلام انعملت؟ يعني تصورت بالأردن، يعني عم نحكي تقريباً 10 بالسنة. يا أهم فيلم انعرض؟ ما في أهم فيلم، في أفلام يعني نجحت كتير، مثل يعني إذا بدنا نرجع لورا، نرجع للستينات، فيلم لورنس العرب لبيتر أوتول، إخراج ديفيد لين طبعاً، هذا من أهم الأفلام عالمياً يعني، تصور بالأردن. بعدين في إنديانا جونز and the last crusade في 89. بعدين من وقت ما انشأت الهيئة من 2003، في فيلم الهيرت لوكر اللي نال عدة جوائز أوسكار، وفي فيلم ترانسفورمرز ريفنج اوف ذا فولن، وفي طبعاً هلأ فيلم المارشن لريدلي سكوت اللي فيه مات ديمون طبعا. واحنا كثير يعني نركز مش بس على افلام من هوليوود، افلام زي ما شفتي بالاحتفال اليوم، ما كان في افلام من هوليوود، افلام من انجلترا، افلام عربيه، افلام فيلم هاني ابو اسعد الايدل، فيلم صابين ماي المصري 3000 ليله. يعني تركيزنا بالترويج على عالمي، مش بس بنركز هوليوود او بالهند، بنركز كل أنحاء العالم، عشان مهم عندنا إنه يكون هاي الثقافات تكون يعني منشورة بالأردن، وكمان ثقافة الأردن من خلال السينما تنتشر من خلال هاي التصوير. وغير هيك إحنا نهتم بالتدريب، فالكادر الأردني بتدرب من عدة كوادر عالمية، مش بس من مثلا امريكا ومن انجلترا، بياخذ خبره من عالميه. قديش برايك مهم انه بلد مثل بلد الاردن، كندا عم تشارك فيه؟ كندا عم تشارك بالافلام، عم تعملها بالاردن، قديش مهم هذا الموضوع للبلد الاردن؟ مهم، يعني الصناعه الكنديه كثير مهمه. يعني احنا هلا كمان عم نتباحث مع الكنديين عشان نوقع اتفاقية إنتاج مشترك مع كندا، الأردن مع كندا. طبعا احنا أهميتها كمان عندنا مش بس ترويج السياحة والثقافة، كمان في إلها التصوير له أثر اقتصادي كبير، خلق وظائف، دخل يعني من خلال 2007 لليوم دخل 120 مليون دينار أردني، يعني تقريبا 180 دولار 180 مليون دولار أمريكي من خلال صناعة السينما على الأردن. هذا مبلغ كتير، يعني عدة خدمات بتستفيد، الطيران، الفنادق، يعني عدة هذا، وخلق وظائف طبعا، عم تحكي تقريبا 200 وظيفة بكل فيلم. شكرا كتير لك، وتانكيو لك معنا اليوم. أهلين، ولا يهمك. ما
معنا المستشار التجاري للأردن ولبنان والعراق جان فيليب تاشجيان. كيفك اليوم؟ How are you? I'm fine, thank you very much. Can you please introduce yourself more to the Arabic community? Well, as you said, I'm the Mustashar Tijari, so I'm the commercial counselor. I'm responsible for the embassies in Jordan, in Iraq, and in Lebanon. I'm here tonight to support the Jordanian Film Commission. We've had a Canadian movie called Hyena Road that was filmed in Jordan. And as a result, there's been a few Canadian movies over the last 3 years that have been filmed in Jordan. And this is what encouraged us, the government of Canada, to launch negotiations for a Canada-Jordan agreement on audiovisual cooperation. So to do joint movies and work together in movie making or television program making. So when King Abdullah visited Canada in April, Prime Minister Harper and His Majesty announced that they were going to be negotiating an agreement between the two countries. And so I'm glad to be here to support the Royal Film Commission in this endeavor. We're very happy to have you here. Why do you think they picked Jordan to do the movie there? Well, I've been living in Jordan for 2 years now, and I can tell you it's a beautiful country. And there's also a huge variety of landscapes. I mean, it could be the desert, it could be sometimes a forest. You've got crowded cities, and you've got well-heeled neighborhoods. So there really is such a huge variety of locations that you can film. By going to one country, you have the opportunity to have various backgrounds. And I think that's good because many filmmakers today have very limited budgets. I know that the Canadian movie that filmed in Jordan had limited budgets as well. So it really gives you bang for your buck. On the other hand as well, costs are cheaper than other countries. For example, filming in Jordan versus filming in Canada. It could be quite expensive to film in Canada. We don't necessarily have the backgrounds, the weather. So that's why we think that having a cooperation agreement between the two countries for movies and television is something that could be helpful to both countries. Le Royal Restaurant Lounge بيستقبلكم بحلة جديدة لأجمل السهرات والمناسبات وأشهى الأطباق. زوروا Le Royal بميسيساغا 905-281-8259. Paul Gross, the actor, welcome to the show, and very happy to have met you here. How are you today? I'm very good. This is a great party to celebrate shooting in Jordan, which is a fantastic place to make movies, so it's a good party to come to. We're very happy to have you. You're behind the movie Hyena Road, right? Can you tell us a little bit more about the movie? Yeah, it's a film set in Afghanistan. It's about the Canadian forces' involvement there, and it's a long mission, and in fact, longer than First World War, Second World War, and Korean War combined. And it kind of involves the fortunes of three main characters. One is an intelligence officer that I play. The other is a master sniper with the Canadian forces, and then the other is an Afghan who's a former Mujahideen in the war against the Soviets. And their paths all cross with very unexpected results. This film was filmed in Jordan. What did you think about that, being in Jordan and filming a movie there in the Middle East? Well, I love the Middle East, and I've spent a lot of time there. And when we were looking for somewhere to, we have some footage, we shot some stuff in Afghanistan, but it's very difficult, obviously, in a war to film. So we were looking for somewhere that the terrain would match Kandahar province, and we found it at the bottom of Wadi Rum Desert. So then, finally we got the film financed. We were based out of Aqaba and shot up towards Petra and inside Aqaba, and also in this location that was terrific for all of our exteriors. And shooting in Jordan was absolutely wonderful. Loved the people, great friends there, great crew, beautiful weather, of course. It's one of the easiest, most perfect shoots that I've ever had. I need eyes on that road. There's gonna be fireworks. It's just gonna get personal. I'm here, aren't I? 6-6 Bravo. We got a convoy heading our way. VIP call sign Bravo Delta Kilo exiting the vehicle. He's got Taliban. 3-9 or Alpha, what's happening in the village? We have hostile action against civilians.
They're taking kids authorized to engage. Sit tight. BDK is protected by the CIA. He's their asset. They are taking little kids. Do not intervene. We gotta do something. Your guys will stand down. I'm proud of what we do here. But if we can't help, what's the point of doing all this? These people play both sides. One day they're with us, and the next they're with the Taliban. It's not one war. It's a whole bunch of different wars. We're not playing games. You fight your war, Captain. And I'll fight mine. You got any idea what you've done? And you intervene in something you know nothing about. You think you can change everything with just one bullet? I think it might be more complicated than that. الأستاذ شريف المجالي مدير قسم خدمات الإنتاج، يعطيك ألف عافية ومبروك على الإنجازات اللي عم تعملوها للأردن. فيك تخبرنا أكثر عن كيف بتصير الإنتاج؟ الله يعطيك العافية وشكرا لإلك. طبعا نحن فخورين يعني أنه يكون في 7 أفلام بمهرجان تورونتو، تكون كاملها تصورت بالأردن، وهذا جزء بسيط. يعني نحن الفترة الماضية كان عندنا ضغط تصوير أفلام محلية وأجنبية كان بالأردن. الصراحة يعني البيئة اللي بتوفرها الأردن من واللوكيشنز، المواقع اللي بتوفرها، بتساعد على استقطاب أفلام لتيجي تصور عنا. والحمد لله كمان عامل الأمني بالأردن برضو عم بيساعد أنه نقدر نستقطب أفلام لتيجي تصور، والنتيجة زي ما انت شايفة يعني 7 أفلام بمهرجان تورونتو. هيدا يعني شيء كتير عظيم اللي عم بيصير. بدنا نهني الأردن، ويعني أنتو كمان عم تبذلوا جهد كتير كبير لعطول تفرجوا صورة حلوة. شو بعد فيك تخبرنا عن الأفلام اللي تم عرضها بالأردن وتم تصويرها؟ يعني ما بديش أنا أبدي فيلم عن فيلم، كلهم مهمين، بس فيلم بحجم The Martian لدايركتر مثل ريدلي سكوت، بطولة مات ديمون أوف كورس، بيساعد على انه not only انه مش بالضرورة بس يساعد انه يروج الأردن سينمائيا وإنما سياحيا. ونحن يعني تقريبا بنعتمد على السياحة بشكل أساسي بدخل للبلد، فهذا الشيء مهم وضروري. Mark Watney is still alive. In your face, Neil Armstrong. There must be some kind of way out of here. Okay, so let's do the math. I have enough food to last for 50 days. He's going to starve to death long before we can help. So I'm going to have to science the shit out of this. He's 50 million miles away from home. He's totally alone. What the hell is he thinking right now? I am the greatest botanist on this planet. I know how to save Mark Watney. But we need the Hermes crew. We either have a high chance of killing one or a low chance of killing 6. I'm not risking their lives. It's bigger than one person. No. It's not. NASA rejected the mission. So if we do this? We're talking mutiny. If anything goes wrong, we die. Do you realize how crazy this is? We had no other option. No matter what happens, tell the world, tell my family, that I never stop fighting to make it home. Marhaba. I'm Neve Fitchman. I'm the producer of Hyena Road, and I'm here so happy to be in the Ask Myrna show. معنا هلا سابين سيداوي حمدان، البروديوسر ل 3000 نايت. اول شيء بدنا نقول لك اهلا وسهلا فيك بتورونتو، جاي من لبنان اليوم. ايه وصلنا امبارح للفيلم، بكره العرض وهون هيك. كيف بتحسي بعد شغل كثير صعب انتاج هيك فيلم ضخم؟ شو احساسك اليوم؟
هلا مبسوطه كثير انه خلص واللي حيشوفوه العالم، وان شاء الله الفيلم يعني رح يمرق بالبلاد العربيه، رح يفتتح مهرجان دبي ينعمل البريمير العربيه للفيلم، ورح يتوزع بكل البلاد العربيه. فكثير مبسوطين لان هيدا الفيلم كان انتاج مشترك عربي بين الاردن ولبنان وفلسطين وقطر ودبي والإمارات والإمارات، وفي إنتاج فرنسي فيه. موضوع الفيلم هو عن صبية بتعتقل بمعتقل إسرائيلي، وبالمعتقل بتولد وبتربي ابنها. فبعتقد انه الموضوع موضوع انساني باول شيء، وقضيه بتهم الكل، وقصه الجستيس والانجستيس والعدل، فشغله كثير انسانيه بتجمع العالم. فمشان هيك قدرنا الموضوع حلو وقوي، قدر يجمع والممثلات وقصه نسوان كلها. فكمان هيدا الشيء خلى انه يكون نقدر نجمع بعض كعرب ونعمل هيدا الفيلم. ايش مكتوب؟ ما خليت شيء ما عملته، رفضيني يفرجوا عنها. لازم ندعي لأدراب الليلة. ايش حبيبي نور؟ شو رايك تطلع برا تشوف الدنيا يا بطل؟ مين؟ طلعوني! طلعوني يا ابن اهلي! Producer Nev Fitchman of the movie Hyena Road, right? How are you today? I'm doing really, really well, especially because I'm here with you. I'm happy to meet you. Can you tell us a little bit more about how did the production and all the preparation was for this big movie? Well, you know, it's a war movie. It's set in Afghanistan, the story. But, you know, it's very, very hard to shoot in Afghanistan. So we decided to come and shoot in Jordan. And we had a fantastic time. Everybody there is so open and worked so hard. And it's such an efficient place. And we really enjoyed it. We became such good friends with so many people. So many of the people here are really good friends, you know. So that's why we're all here. And we feel like we're fantastic ambassadors for Jordan. That's amazing. When did the movie start? When did you guys do the movie? We shot last fall, around a year ago, and a little bit later in November of 2014. So the film is premiering at TIFF right now, and it's going to open in cinemas in Canada on October 9th. It's going to be a pretty wide release, so if people look out for it, it's called Hyena Road. And, you know, do you have more about the movie, a little bit to know what's going on in the movie? Well, it's a story. It's a war movie, most war movies are American war movies. And this is a Canadian war movie. So it's a little bit different. I mean, it has incredible action and lots of, explosions and, you know, all those things that war movies have. And it's very, very visceral and it's a big adventure movie. But also it has a lot of heart. And, as Canadians, you know, we don't go to other countries to conquer or to say, you know, this is, we want you to have our way of life because it's better, like some other people do. We go there and we say, well, what's your country all about? And we're more curious. And I'm very proud. Our film has some bad guys who are from Afghanistan and some good guys that are, you know, like we show to the world that not
especially in this day and age, you know, not all people who are Muslims are terrorists, you know, like there's hundreds of millions of amazing people in that part of the world, and we're lucky to be friends with some of them. And like in any place, there's a few people that are not, you know, so we have to, as a country, as Canada and Europe and, you know, all countries in the West, you know, we have to realize, you know, the difference between that and understand the sophistication of societies in the Islamic world. And I think our film really explores that and shows that in a good way. عزيز علينا كلنا الفنان محمد عساف صاحب الصوت الجهور والكلمة الرنانة التي أوصلت فلسطين إلى كل أذن وبيت ليس في ربوع العالم العربي وإنما في كل العالم. كلمات وأغاني عساف كانت أقوى من الرصاص في خدمة القضية الفلسطينية وشعب فلسطين. أهلا بسفير النوايا الحسنة، أهلا بسفير القضية الفلسطينية، أهلا بكم، وشرف لنا استضافتكم في البيت الفلسطيني في ميسيساغا. الله يسعد مساكم جميعا. سمعينا الورا سمعينا محمد لك الوردة صورة. طيب الله يمسيكم بالخير جميعا. الصوت طالع يا شباب طالع. بدك تعوض المايك هي. طيب الله يمسيكم بالخير ويجعل ايامنا وايامكم هنا بهنا. جينا أول شيء أسلم عليكم، يعني مش معقول أكون بكندا إلا إني أشوف هالجالية العربية والجالية الفلسطينية، كلكم أهلنا وعزوتنا. يعني أنا مش بديش أحكي خطاب، لكن كلكم أهلنا، وزي ما بنحكيها بالفلسطيني كل محلي أنا بعتبر حالي. يعني بدي أتشكركم للناس اللي إجوا مبارح بالمهرجان وبالحفل واللي شافوا الفيلم. صراحة لما الواحد يشوف هالوجوه الطيبة وهالوجوه المبتسمة، فدائما بحس انه فلسطين دائما موجودة في قلوبكم. هذا اشي يعني بحسه شخصيا لما بشوف هالتجمع الحلو، انه فلسطين دائما في قلوبكم، وانا بعرف هذا الحكي. فلسطين هي اولا وثانيا وثالثا. عن جد سعيد بتواجدي معاكم، جيت اسلم عليكم وناخذ لنا كم من صوره هيك معاكم. ونعتز فيكم، وبدون شعارات وبدون خطابات، انتو اهلنا ومحلي، والواحد بيعتبر حاله منكم، واحنا اولاد بلد واحد. والله يعطيك الصحة. يوسف تعال الولاد يا ولاد.
طير من ابو حمزه عند الحق نخلي العالي وطيها على الكوفي يعلي ولو نحكي حقه عند عذاب الرجال وسامر فيها ويا طير يا طاير يا رايح عالدير سلم عباحرها لا تنسى النصري هالقلعة العربية وبشر جنينة برجعها وغزة وبوسني رامها أهلنا شامة ورجالة جبارة والقدس العاصمي والأقصى عالمها ويا رب الغالي تجمعنا بديار Maharbat to the Arabic community. I'm Paul Gross. I'm the director, writer, one of the producers, and an actor in a movie called Hyena Road that we shot a good portion of in Jordan, and I'm on the Ask Myrna show. خلصت حلقة Ask Myrna لليوم. نتمنى تكون نالت إعجابكم. تواصلوا معنا على السوشيال ميديا. شكرا للمتابعة ومنشوفكم بالحلقة الجاية.